بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه هي الحلقة 12 من حلقات منهج مقرر أصول الفقه والقواعد الفقهية للمستوى الثالث في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. ولا يزال الحديث موصولا في هذه الحلقة عن موضوع سبق الكلام عنه، وهو موضوع الأدلة أو أدلة الأحكام الشرعية. سبق أن تحدثنا فيما مضى من حلقات عن أدلة الأحكام المتفق عليها، وأولها الكتاب أو القرآن، ثم السنة، ثم الإجماع. وفي هذه الحلقة سيكون حديثنا عن الدليل الرابع من الأدلة التي يقال إنها متفق عليها، وهو دليل القياس. ودليل القياس كما أشرنا في تمهيدنا عن الأدلة أن هذا الدليل يعتبر أو يلحقه كثير من العلماء بالأدلة المتفق عليها، ويجعله دليلا متفقا عليه، لأن الخلاف وإن وجد فيه فهو خلاف ضعيف كما سيأتي الإشارة إلى ذلك، وهو خلاف من يعني طائفة شذت فخالفت في ذلك، فاعتبروا كأن ذلك الخلاف كأنه في حكم المعدوم، فقالوا بأن المسألة كأنه متفق عليها. دليل القياس سنتكلم فيه عن تعريف هذا الدليل، وعن مثاله وأركانه، وعن أيضا حجية هذا الدليل. أما فيما يتعلق بتعريف القياس، فقد عرف القياس بتعريفات كثيرة يعني تكثر جدا إذا أردنا يعني المام بها والإحاطة بها، فهي من التعريفات التي أو من المصطلحات التي كثر تعريفها والخلاف في تعريفها لفظيا عند الأصوليين. ولا يخلو كتاب من كتب أصول الفقه من حديث مطول عن هذه التعريفات، وخاصة الكتب أو المؤلفات المطولة في هذا العلم. ونحن في هذا المقام نريد أن نأتي بتعريف يوضح المقصود بهذا الدليل، وإن لم يكن هذا التعريف يعني مذكورا بنصه عند العلماء، ولكن نريد أن نأتي بتعريف المقصود منه توضيح هذا الدليل. فنقول في تعريف القياس إنه إلحاق مسألة غير منصوص على حكمها بمسألة منصوص على حكمها لاشتراكهما في وصف جامع بينهما. إلحاق مسألة غير منصوص على حكمها بمسألة منصوص على حكمها لاشتراكهما في وصف جامع بينهما. فإذا حاصل القياس أنه أننا ننظر فيه إلى مسألة وقعت لنا، وهذه المسألة الواقعة لنا مسألة غير منصوص على حكمها الشرعي، فنبحث عما يشابهها من المسائل المنصوص على حكمها الشرعي في القرآن أو السنة أو في إجماعات العلماء المتقدمين، فننظر إذا كانت تشبهها في علة في وصف جامع بينهما، أي العلة الجامعة بينهما، ثم نلحقها بها في الحكم. ولذلك كان القياس يعني مسألة دقيقة جدا، لأنه يحتاج من القائس أو من الفقيه أن ينظر إلى ذلك الوصف ويحقق النظر فيه ويدقق النظر فيه، ولذلك قد يحصل من المغالطات في القياس الشيء الكثير، نظرا لأن أمر العلة أو الوصف المشترك أمر يعني دقيق يحتاج إلى تدقيق وتحقيق قبل إلحاق المسألة بمسألة أخرى مشابهة لها. أضف إلى ذلك إذن أن القياس أيضا ينبغي يعني أن يكون في يد العالم المجتهد الذي يعني درس علوم الشرع وتمكن منها وأحاط بعلوم القرآن والسنة والإجماع حتى يمكنه أن يحكم بعد ذلك بالقياس، فهو ليس دليلا في يد أي شخص كان، ما بالكم يعني يكون أيضا بيد يعني يد العامي أو نحو ذلك، فهذا لا ينبغي أن يكون. وهذا لعلنا نشير أو نلحق يعني ننبه عليه في نهاية كلامنا على هذا الدليل. فإذا هذا هو ما يتعلق بتعريف القياس. نأتي إلى أركان القياس ومثاله. القياس من خلال هذا التعريف له أربعة أركان. الركن الأول الأصل ويسمى المقيس عليه، وهو المسألة المنصوص على حكمها، وهو المسألة المنصوص على حكمها. فأي مسألة
نريد أن نلحق بها مسألة أخرى ننظر في المسألة إذا كان منصوص على حكمها هذه نسميها مسألة الأصل، نسميها الأصل. الركن الثاني الفرع، ويسمى المقيس، ويسمى المقيس، وهو المسألة غير المنصوص على حكمها، المسألة التي لا يوجد نص على حكمها، المسألة التي لا يوجد نص على حكمها ونريد أن نحكم عليها، فهذه تسمى مسألة الفرع. الركن الثالث العلة، وهو الوصف المشترك الجامع بين الأصل والفرع، الوصف المشترك الجامع بين الأصل والفرع، فهذا الوصف المشترك نسميه علة جامعة بين ركني الأصل والفرع. الركن الرابع هو الحكم، هو الحكم، وهو الأمر الذي يراد إثباته أو نفيه، نحن نريد أن نصل إلى أمر نثبته أو ننفيه من خلال هذا القياس، فإذا إذا أثبتناه فهو حكم، إذا نفيناه أيضا فهو حكم، فإذا الأمر الذي نريد إثباته أو نفيه بهذا الطريق. نمثل لهذا القياس بمثال تتضح به هذه الأركان الأربعة. فمثال القياس النبي صلى الله عليه وسلم نص على طهارة الهرة وبين العلة في هذا الحكم، يعني في الحكم بطهارتها، حيث قال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بطهارة الهرة حيث قال إنها ليست بنجس، وبين العلة في طهارتها وهي أنها ليست من الطواف، وهي أنها من الطوافين والطوافات، يعني أنها مما يكثر طوافانه في البيت على أهل البيت، فلذلك يصعب التحرز منها، فحكم الشرع بطهارتها. لذلك قال العلماء بطهارة الهرة طبعا بناء على هذا الحديث، وطهارة ما تلامسه من الأواني، وطهارة ما تلامسه من الأواني، وكذلك حكموا بطهارة سؤرها، والسؤر هو البقية من فضلة ما تشربه، هو البقية من فضلة ما تشربه من ماء ونحوه. والعلة في هذا كما وردت في الحديث كثرة طوافانها بالبيت وشدة اختلاطها بالناس وعسر الاحتراز منها، هذا فيما يتعلق بالحكم المنصوص عليه في هذا الحديث. إذا أتينا إلى الفأرة نجد أن الفأرة لا نص على الحكم بطهارتها أو عدم طهارتها في الشرع، ليس هناك نص يدل على طهارتها أو عدم طهارتها في الشرع، وهي فإذا هي مسألة نريد الحكم عليها. فالعلماء نظروا وجدوا أن الفأرة تشترك مع الهرة في العلة، وهي كثرة طوافانها بالبيت وشدة اختلاطها بالناس وعسر الاحتراز منها، فلذلك قال العلماء بطهارة سؤر الفأرة، يعني بقية ما أو الفضلة ما تشربه، بقية البقية من فضلة ما تشربه. ففي هذا المثال نجد أن الأصل بحسب الأركان السابقة الأربعة الأصل هو الهرة، والفرع هو الفأرة، لأن الهرة منصوص على حكمها الشرعي، الفأرة غير منصوص على حكمها الشرعي، والفرع هو الفأرة، والعلة الوصف الجامع بينهما هي كثرة طوافانهما بالبيت وشدة اختلاطهما بالناس وعسر الاحتراز منهما. والحكم الذي توصلنا إليه في هذا المقام هو طهارة سؤر الفأرة، طهارة سؤر الفأرة. مثال آخر على القياس، النبي صلى الله عليه وسلم نص على حرمة بيع البر بالبر متفاضلا ومؤجلا، يعني لا يجوز بيع البر بالبر متفاضلا ومؤجلا، وإنما يلزم أن يكون متساويا، بيع البر بالبر أن يكون يلزم منه التساوي وأيضا التقابض في مجلس العقد. إذا تأملنا وجدنا أن العلة في هذا التحريم كما ذكر بعض العلماء هي كون البر مكيلا ومطعوما، هي كونه مكيلا مطعوما. إذا جاءنا ونظرنا في مثلا الذرة، فإن الذرة لا نجد أن منصوص عليها في الحكم الوارد في الحديث، غير منصوص على في حكمها الوارد في الحديث، ولكنها تشترك مع البر في العلة، فالذرة وصف تحقق فيها وصف الكيل والطعم، فهي مكيلة تباع بالكيل وأيضا مطعومة من المطعومات. ولذلك قال بعض العلماء يحرم
بيع الذرة بالذرة متفاضلة أو مؤجلة قياسا على البر. يحرم بيع الذرة بالذرة متفاضلة أو مؤجلة قياسا على بيع البر بالبر، على تحريم بيع البر بالبر متفاضلا مؤجلا. فالأصل في هذا المثال، الأصل المنصوص عليه في هذا المثال هو البر، والفرع الغير المنصوص على حكمه هو الذرة، والعلة أو الوصف الجامع بينهما هي الكيل والطعم، فكل منهما مكيل مطعوم. والحكم في هذا الذي توصلنا إليه هو تحريم بيع الذرة بمثلها متفاضلة مؤجلة، تحريم بيع الذرة بمثلها متفاضلة مؤجلة. هذا المثال أو هذا مثال يعني اتضح به أو اتحقق به الكلام على أركان القياس في هذا المقام. نأتي إلى مسألة مهمة في هذا المقام وهي حجية القياس. حجية القياس، القياس حجة شرعية وأصل من أصول التشريع، وأصل من أصول التشريع، ولم يخالف في ذلك إلا قلة وشذوذ، لم يخالف في ذلك إلا قلة وشذوذ شذوا عن الأمة، ومن أبرزهم الظاهرية وبعض المعتزلة وبعض الرافضة. هؤلاء قالوا بعدم حجية القياس، وسيأتي يعني ما يشير إلى وجهة نظر هؤلاء في هذه المخالفة. لكن العلماء في الجملة لم ينظروا إلى خلاف هؤلاء وحكموا بأن القياس من الأدلة المتفق عليها، لأن الخلاف من القلة أو من الشذوذ يحكم كأنه خلاف معدوم، كأنه خلاف معدوم وغير موجود، فنحكم بأن كأن المسألة متفق عليها. والعلماء في حكمهم يعني، وهذا للفائدة، أن العلماء في حكمهم بعدم الاعتداد بمخالفة بعض العلماء قد ينظرون إلى جهتين. الجهة الأولى كون ذلك الشخص المخالف يعني ممن لا يعتد برأيه في المسألة، أو الجهة الثانية أن يكون دليله الذي بنى عليه رأيه دليلا ضعيفا واهيا، ففي هذه الحالة يجعلون الخلاف كأنه غير موجود ويحكمون بوجود اتفاق في المسألة. هذه مسألة يعني للفائدة نذكرها هنا، ولذلك وهي من بني يعني للإشاءة أو للإفادة عن قضية لماذا حكم العلماء بالاتفاق على أن القياس من الأدلة المتفق عليها، لماذا حكوا الاتفاق في هذه المسألة مع أن هناك خلاف من الظاهرية وهناك خلاف من بعض المعتزلة وبعض الرافضة. الحقيقة أن الخلاف هنا مبني على ضعف دليل الظاهرية في هذه المسألة، وأيضا عدم الاعتداد بخلاف الرافضة في هذه المسألة وأيضا بعض المعتزلة فيها، ولذلك حكموا بوجود أو بوقوع الاتفاق فيها. نحن قررنا أن القياس حجة شرعية وأصل من أصول التشريع. الأدلة على هذه الحجية أدلة كثيرة، منها في هذا المقام الدليل الأول قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى أمرنا بالاعتبار من حال اليهود وهم بني النضير الذين حلت بهم الهزيمة والجلاء من المدينة على أيدي المسلمين عندما نكثوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بذلك قياس حالنا بحالهم حتى لا يصيبنا ما أصابهم. فهذه دعوة في القرآن إلى التفكر في هذه المسألة بطريق القياس، بطريق القياس يعني قيسوا حالكم بحالهم حتى لا يصيبكم ما أصابهم. فإذا هذه دعوة في القرآن إلى التفكر بطريق القياس، ولو لم يكن القياس حجة لما أمرنا الله تعالى بالتفكر بهذا الطريق. الدليل الثاني قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى قد نبه الخلق إلى إمكان البعث في حقه سبحانه بطريق قياسه على إمكان الابتداء من العدم. يعني قاس الله تعالى البعث، إمكان البعث على إمكان الخلق يعني ابتداء الخلق من العدم. ولو لم يكن القياس حجة ملزمة في النظر لما أورده الله تعالى منبها به خلقه إلى أمر البعث.
الدليل الثالث ما ورد أن أعرابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، ويقصد بهذا التعريض بنفي كونه ابنه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من ابن؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها الأورق. قال: فأن ترى ذلك جاءها، والأورق هنا المقصود به الحمرة المشوبة بالسواد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من أين جاء ذلك، أو فقال فأن ترى ذلك جاء يعني من أين جاءها ذلك. قال الرجل: لعل عرقا نزعه، يعني لعل جذبه عرق من يعني أحد أجداد هذا البعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا يعني يقصد ابن الأعرابي، وهذا لعله نزعه عرق. وهذا الحديث متفق عليه. ووجه الاستدلال من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل القياس هنا لإفهام السائل وإزالة الشك عن ذهنه، فقاس الغلام الأسود من أبوين أبيضين على الجمل الأورق من الإبل الحمر. فكما أن الجمل يحتمل أن يكون نزعه عرق من عروق أجداده، فكذلك الغلام. ولو لم يكن القياس حجة لما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. الدليل الرابع ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. وجه الاستدلال من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل القياس لإفهام السائل، فقاس دين الله تعالى الذي هو الصيام الواجب على دين الآدميين في وجوب قضاء كل منهما. ولو لم يكن القياس حجة لما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الخامس ما ورد في حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن، وقال له: بما تقضي يا معاذ إذا عرض لك قضاء؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل يعني لا أقصر. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة من هذا والاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر معاذا على الحكم بالاجتهاد في حال عدم وجود النص من القرآن أو السنة. ومن صور الاجتهاد استعمال القياس، ولو كان الاحتجاج بالقياس غير سائغ لحذره النبي صلى الله عليه وسلم من العمل به. الدليل السادس على حجية القياس عمل الصحابة بالقياس في اجتهاداتهم، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يجتهدون ويلحقون النظير بالنظير يعني المماثل بالمماثل، ولو لم ينكر يعني أحد منهم على الآخر فتواه بناء على القياس. ولو كان الاحتجاج بالقياس غير سائغ أو وليس حجة لبادروا إلى الإنكار على من يستعمله، لبادروا إلى الإنكار على من يستعمله، فهذا يتقرر به حجية القياس في هذه المسألة. والأدلة في هذا كثيرة، يعني في استعمال القياس من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قبل الصحابة، بل إن بعض العلماء قد ألف مؤلفات مستقلة في أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يشير إلى يعني وهي أمثلة قد تخرج أحيانا أو يعني كثيرة جدا قد تخرج عن حد الحصر. فبهذا يعني تقرر حجية هذا الدليل كدليل من الأدلة المتفق عليها. هناك كما قلنا في أول كلام عن حجية القياس من أنكر حجية القياس وقال هو ليس بحجة ولا يجوز التعبد به إما عقلا أو شرعا. وهؤلاء استندوا في قولهم بعدم الحجية إلى أن الصحابة
يعني لا دليل عام، وهو أن الصحابة قد نقل عنهم ذم العمل بالرأي، قالوا أن الصحابة قد نقل عنهم ذم العمل بالرأي، والقياس من الرأي، والقياس من الرأي يعني من قبيل العمل بالرأي. وضربوا لذلك أمثلة، فقالوا مثلا من ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني وفي سنده كلام. ومن ذلك أيضا قول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. أخرجه أبو داود والدارقطني. أيضا ضربوا مثال ثالث وقالوا قول ابن مسعود رضي الله عنه: لا يأتي عام إلا وهو شر من الذي قبله، أما إني لست أعني عاما أخصب من عام، ولا أميرا خير من أمير، ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. أخرجه الدارمي في سننه. هذه الأحاديث أو هذه الآثار الواردة عن بعض الصحابة تشير إلى ذمهم العمل بالرأي. قال المنكرون لحجية القياس: القياس نوع من العمل بالرأي فيكون مذموما، فيكون العمل به مذموما. والجواب عن هذا الاستدلال من عدة أوجه. الوجه الأول أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين ورد عنهم ذم العمل بالرأي إنما ذموا من استعمل الرأي والقياس في غير موضعه أو بدون شرطه. فذم عمر رضي الله عنه ينصرف إلى من قال بالرأي مع جهله بالنصوص من الكتاب أو السنة. ألا تراه يقول: أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، أي عجزوا عن حفظ الأحاديث. وذم علي رضي الله عنه ينصرف إلى من استعمل الرأي فيما لا يدرك بالرأي، لأن بعض الأمور التي لا تدرك بالرأي لا يجوز العمل فيها بالرأي. قالوا إن علي ذم علي رضي الله عنه ينصرف إلى من استعمل الرأي فيما لا يدرك بالرأي، وهو يعني من الأمور التعبدية كالمسح على الخفين، فالأمور التعبدية لا يجوز استعمال الرأي فيها كما في حال المسح على الخفين، وهذا مثال ضربه علي رضي الله عنه في هذا المقام. مثال ثالث أن أو وجه ثاني، وجه ثاني في الرد على من احتج بذم العمل بالرأي من الصحابة على عدم حجية القياس، أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين ورد عنهم ذم العمل بالرأي إنما ذموا الرأي الصادر من الجاهل الذي ليس أهلا للاجتهاد. وهذا هو المفهوم من الأثر المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. ولا شك أن رأي الجاهل مهلكة، ولا سيما إذا كان في أمور الدين. ومما يدل على أن الرأي المذموم هو ما ذكرناه أن أولئك الصحابة الذين نقل عنهم ذم الرأي كانوا أكثر الصحابة عملا بالرأي والقياس، والمتبع لسيرتهم يدرك ذلك. فنحن إذا تتبعنا مثلا سيرة عمر رضي الله عنه أو سيرة علي رضي الله عنه أو سيرة ابن مسعود رضي الله عنه نجد أن سير هؤلاء الأعلام يعني ملأ باجتهاداتهم الفقهية، ومنها ما ليس يعني مبنيا على نص صريح، وإنما هو مبني على اجتهاد، وهذا الاجتهاد نجد في الغالب أنه قد يكون مستند إلى العمل بالقياس. فكيف نوفق بين ذمهم العمل بالرأي وبين عملهم بالرأي؟ هم يعملون بالرأي فنحمله، لا بد أن نحمل على هذا أحد هذين المحملين. المحمل الأول أنهم ذموا من استعمل الرأي في غير موضعه أو بدون شرطه، لأن الرأي لا بد أن يستعمل في موضع محدد، ولا بد أن يستعمل بشرط محدد، ليس استعماله مطلقا. فمن يستعمله في غير موضعه أو بدون شرطه، شرطه الشرعي المعروف، فهذا لا شك أنه مذموم. أو أنه وجه آخر أنه ربما ذموا من استعمل الرأي وهو من الجهال الذين ليسوا أهلا للاجتهاد، وما أكثر هؤلاء.
فإذا هم ذموا أيضا هذا الصنف، فيحمل ذمهم على أحد هذين الصنفين. هنا يعني مسألة نختم بها الكلام على مسائل مسألة القياس، وهي علاقة القياس بالاجتهاد. قد يطلق الاجتهاد في بعض الأحيان على القياس، إلا أن الاجتهاد يعد أوسع دائرة من القياس. فالاجتهاد يعني بذل الجهد والطاقة في البحث عن حكم المسألة، وهذا الإطلاق يشمل البحث في الحكم بأي طريق، سواء أكان هناك نص على مسألة مشابهة في القرآن أو في السنة أو لم يكن. وبناء على هذا فالقياس يعد صورة من صور الاجتهاد، القياس يعد صورة من صور الاجتهاد. ومعنى هذا أن الاجتهاد أعم والقياس أخص، عموما وخصوصا مطلقة، عموما وخصوصا مطلقة، فبينهما عموم وخصوص مطلق. فالاجتهاد أعم والقياس أخص خصوصا، وكما قلنا عموما وخصوصا مطلقة. هذه مسألة يعني نبهنا عليها هنا، لأن كثير من العلماء عندما يتكلم عن مسائل الاجتهاد يعرض لمسائل القياس، والعكس أيضا عندما يتكلم عن مسائل القياس قد يحتج بمسائل ورد فيها كلام عن الاجتهاد العام أو نحو ذلك. فبينهما عموم وخصوص مطلق، وبينهما اشتراك في أن القياس صورة من صور الاجتهاد، لكن الاجتهاد يشمل ما هو أعم من القياس. فقد يكون الاجتهاد بناء على نظر إلى مصلحة، وقد يكون الاجتهاد بناء على نظر إلى سد الذريعة، وقد يكون الاجتهاد بناء على قول مستند على قول الصحابي، وبناء على عرف موجود وعادة متقررة إلى آخره من المستندات التي يستند إليها الاجتهاد. وقد يكون الاجتهاد مستندا إلى قياس، يكون الاجتهاد مستندا إلى القياس، فالقياس إذن يعد مستندا وصورة من صور الاجتهاد. بهذا نختم الكلام على الدليل الرابع في هذا المنهج. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.